شكرا أستاذ منير على تسليط الضوء على ترشح الأشخاص ذوي الإعاقة بالاستحقاقات الانتخابية لهذه السنة هذه. صراحة احنا كأشخاص ذوي الإعاقة بالأقاليم الساحلية خصوصا مدينة العيون قررنا أننا نخوض غمار هذه الانتخابات، خصوصا أننا كنا على مدى سنوات نطالب بوصول أشخاص ذوي الإعاقة إلى يعني مصادر صنع القرار، وكذلك الدخول إلى المطبخ الداخلي السياسي لصنع السياسات العمومية خصوصا الجهوية والمحلية. من هذا المنطلق ارتئينا اننا نخوض يعني مجموعه من مفاوضات ونقاشات مع مجموعه من اللوائح المرشحه وبعض الاحزاب، واستطعنا اننا نحصل على واحد مكانه متقدمه في حزب معين. نتمنى غادي تشوفوا ان شاء الله وقت الانتخابات. وكان هذا التفاوض على رابح رابح، يعني اننا احنا رابحين بهم وهم رابحين بنا ان شاء الله. وحنا يعني واحد البرنامج انتخابي اللي كي في الصلب ديالو كيهدف في لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن بصورة شمولية يهدف إلى خدمة التنمية، تنمية المواطن، تنمية الإنسان بهذه الربوع خصوصا في المجالات المتعددة. وكنعرفوا أن الإعاقة يعني واحد شكل، هي شكل عرضاني كيمس جميع فئات المجتمع، فبالتالي احنا برنامج غيكون إن شاء الله يجمع جميع فئات المجتمع، ونتمنى أننا وفقنا الله في هذا المسار. حاليا نحن نعكف على تنظيم امورنا ان شاء الله، وهذه تجربه اوليه، يعني كيف ما كانت النتائج فهي سوف تكون شيء يعني مربح لنا. نتمنى اننا نحقق الهدف ديالنا وان تكون بدايه للدخول للمجال السياسي ان شاء الله.